الحمد لله والشكر لله على هذا الموسم هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل اللاعبين اللي في الفريق ديالي. بخصوص يعني نهايه العقد ديالي مع الفريق ديالي اولمبيك اسفي، كاين واحد التوجه ان شاء الله باذن الله انني نجدد العقد ديالي مع الفريق، يعني امور ان شاء الله باذن الله غاديه في واحد المسار جيد، وانا الخير ديال الفريق ديالي اولمبيك اسفي يعني خير كبير عليا، وكنشكرهم بزاف بزاف من هذا المنبر ديالكم. وان شاء الله باذن الله التوجه ديالي ان شاء الله حاليا هو انه يعني كاينه فكره ديال تجديد العقد، ونتمنوا من الله الخير ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كل شيء عند الله قريب. انا دائما تنقول العمل الجاد هو اللي كيوصل لاي حاجه ان شاء الله. هذا شرف كبير لي انني نتواجد في هذا الحفل هذا ديال ليله النجوم. تنبغي نشكر الناس المنظمين ليه، وكنتمنى ان شاء الله انني نكون واحد من المتواجدين بعد الجائزه الفرديه هذه. كيبقى شرف كبير لي انني نكون مع حراس كبار من قيمه انس الزنيتي ومهدي بن عبيد، تبارك الله حراس في المستوى العالي، وهذا شرف كبير لي احنا اننا نكون بين ثلاثه ديال الحراس اللي كنمثلوا الحراس في البطوله الوطنيه. هذا شرف كبير لي، واللي بها الله مرحبا بها ان شاء الله باذن الله.